طبعا مشاهدينا هذه الفقرة بغاية الأهمية، ويمكن احنا قاعدين الآن من خلال برنامج سيدتي ومن شاشة سيدتي نسلط الضوء كثير 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 على قانون العمل السعودي، تحديات القطاع الخاص في العمل السعودي من باب أكيد رفع الوعي. ولكن خليني أتكلم معاكم اليوم في مبدأ كان في غاية الأهمية لما قررنا أن احنا نطرحه من خلال البرنامج. نتوجه دائما وأهم الخبراء الاقتصاديين اللي جو هنا على مقعد سيدتي وتكلموا معنا كانوا يقولون للمواطن السعودي يا ريت تعددوا مصادر الدخل عشان تعيش حياة سليمة، لازم تعدد مصادر الدخل. كيف أعدد مصادر الدخل إن كان القانون يمنعني من تعدد الوظائف؟ وكيف أشتغل في شركة وأشتغل في الشركة الثانية وأستلم راتب من هنا أو أستلم راتب من هنا؟ كان هذا الأمر في عين الاعتبار، فتم السماح للموظفين السعوديين بأنهم يعملوا في أكثر من جهة ويسجلوا في التأمينات الاجتماعية بشكل نظامي، بحيث أنه يستطيع هذا الموظف يستلم راتبين ويأخذ أجرين ويحسن من دخله ويحسن من هذا الوضع. حول هذا الموضوع أكثر واستفسارات، وليه دائما يشوبه الضبابية في بعض الشركات اليوم نتكلم، ويكون معنا الأستاذ نايف الفهيد خبير في الموارد البشرية للوقوف على هذا الموضوع. مساك الله بالخير أستاذ نايف. مساك الله بالنور والسرور أستاذة لبنى وأستاذة رؤى، أهلا وسهلا فيكم جميعا. في البداية اسمح لي أبدأ معك بالجزء بمفهومي أنا. الآن وزارة الموارد البشرية والمملكة العربية السعودية ممثلة في الموارد البشرية مشكورين، قالوا لك اشتغل في كل مكان تبغى، تبغى تشتغل الصبح في جهة وبالليل في جهة اشتغل وخذ أجر من هنا وخذ أجر من هنا. لكن ليه ما زلنا إلى الآن هذا الموضوع مش متداول ومش كثير، وأغلب العاملين في القطاع الخاص ما يعرفوا عنه؟ هل بسبب أن الشركات يعني ممكن إذا كنت بشتغل في شركة الأولى يحق لها ما تسمح لي أو تمنعني، أو يتم التغميم على هذا الموضوع عشان تحتكر الشركات بعض العاملين؟ هل هذا هو المتداول حاليا؟ الله يعطيك العافية. والله شوفي، هو حسب نظام مكتب العمل وزارة العمل والموارد البشرية ومع الاتفاق مع التأمينات الاجتماعية هذا شيء جائز طبعا ما في شك، ولكن في شرط موجود في العقود ما تشرط الشركة اللي أنت تعمل فيها أنك لا تعمل في أي منشأة أخرى، وقد هذا يعود إلى نوعية وطبيعة العمل وإيش مدى تأثيرك لو أنت رحت عملت في مكان آخر وعملت في نفس المنشأة، فالبرفورمانس ممكن يتغير، أدائك ممكن يتغير، فيجوز للشركة حسب المادة رقم 20 أنها تمنعك، وهذا يكون مدرج في العقود. صحيح. نعم. طيب هذا على حسب بعض الوظائف اللي يكون لها خصوصيتها ولها حساسيتها أستاذ نايف، لكن إذا كان هذا الموضوع يعني نظاميا موجود ونظام العمل يسمح به، السؤال هنا يعني هل يتم تسجيل الموظف في الشركتين للتأمينات الاجتماعية، أو كيف بيتم؟ نعم. كيف بيتم الحالة حتى التسجيل في التأمينات؟ هو زي ما قلت لك حسب المادة 20 نعم يجوز للموظف العمل عند أكثر من صاحب عمل. نعم. ويتقاضى الراتب من الجهتين ويحسب اشتراكه كاشتراك واحد ويحسب له التأمينات الاجتماعية، فهذا جائز أنلس يعني عدا ما يكون في شرط في عقدك مع الشركة الأولى أنها لا تسمح لك بالعمل في أي منشأة أخرى. وعلى فكرة ترى يعني أنا ما أشوف هذا إشكال، لأن في بعض الحالات يكون فيها تضارب مصالح، في بعض الأماكن يكون فيها خلط معلومات، في بعض عدا ذلك ما يضر الشركة أن الشخص يشتغل في أيام الراحات، يشتغل إذا دوامه يعني خفيف وبسيط 6-7 ساعات في اليوم، عنده كمان 3-4 ساعات يشتغل في أي مكان آخر مثل يعني كافي شوب في أي مكان آخر إنه يزيد من دخله، بس أهم شيء ما يكون في تعارض مصالح ما بين معلومات الشركة الأولى والشركة الأخرى. أفهم منك أستاذ نايف مثلا أنه ما يكون يشتغل في نفس القطاع الاستثماري في الجهتين، يعني شركة مقاولات وشركة مقاولات، فما ينفع هل المادة أو زي ما نصيت المادة 20 يمكن في القانون أو في عقود العمل هي اللي ممكن تقول، هل أنا يحق لي كموظف سعودي الآن وأنا أتعاقد مع أحد الجهات بحذف هذه المادة أو بتغييرها أو مثلا إضافة عليها بأنه مثلا لا يتم أو لا يسمح لي بالعمل مع منافس، لكن يسمح لي بالعمل زي ما تفضلت أنا أشتغل في شركة في الصباح يخلص دوامي الساعة 4، الساعة 7 هبدأ في كوفي شوب. المشكلة هذا المشكلة اطلبنا هذا القرار جاي من وزارة الموارد البشرية،
يعني اتركت السماحيه للمنشات نفسها والشركات نفسها في هذا الجانب، لها الحق انها تسمح لك ولها الحق انها ما تسمح لك، واذا انت اصريت ممكن يستغنون عنك. عشان كذا هذا الشرط ما هو الشركات اللي وضعته، شركات التزمت بكل ما ينص عليه القرار من وزارة الموارد البشرية. طب بس أنا ما زلت أحتاج أستفسر عن شغلة أستاذ نايف. الآن الشركتين أو الجهتين اللي أنا هعمل فيهم بالعادة يمكن ما تكون المشكلة مع الجهة الأولى، ممكن تكون المشكلة مع الجهة الثانية لما تيجي تقول لك والله أنا ما أقدر أسجلك في التأمينات لأنك مسجل في التأمينات على شركة الشركة الأولى. خلاص أنا متفق مع شركتي الأولى إني أنا راح أعمل شغل آخر تحسين دخل، قالوا لي تفضل تيسر. أجل الشركة الثانية أطالبهم بتسجيلي في التأمينات لأني موظف وقاعد أستلم راتب، وقالوا لي لا أنت مسجل في التأمينات في الشركة الأولى. هذا الكلام دقيق؟ نعم دقيق، بس مش السبب الأساسي في هذا الموضوع مش أنك مسجل في الشركة الأولى، ولكن السبب الأساسي لأنك في نسب التوطين ما حتحسب في الشركة الثانية، حتحسب في الشركة الأولى. أيوة في نسب التوطين، بس لكن أنا خصم التأمينات، التأمين علي أنا الآن، أحصل على تأميناتي الاجتماعية من شركة A وأبغى أحصل على تأميناتي الاجتماعية من شركة B، بس أنا محسوبة توطين أو ساودة على الشركة الأولى لكن أبغى تأميناتي من الشركة الثانية. نعم نعم. هل يحق لها تمتنع؟ للشركة الثانية تمتنع من دفع التأمينات لأنه مسجل على لا شركة أولى؟ لا يحق، لا يحق، وهذا يعتبر مخالف لنظام وزارة الموارد البشرية ونظام التأمينات الاجتماعية. لا يحق لأي شخص اليوم يزاول أي مهنة غير مدرج فيها في التأمينات الاجتماعية، ويعتبر مخالف للأنظمة وعليها يترتب عليها غرامات على الشركة. طبعا هذا على حسب نوع العقد يبدو لي، إذا كان العقد متعاون أو عقد رسمي صحيح؟ العقد تقصدين متعاون يعني يشتغل بار تايم. أي وظيفة اليوم أنت تمارسها في أي منشأة أخرى يجب تسجيلك في التأمينات الاجتماعية، والأسباب نظامية، ولو عرفنا الأسباب يعني لا قدر الله حصلت إصابة عملي، لو اضطر الشخص هذا يطلب خطاب أو شهادة خبرة، إذا مش مسجل في أو لازم يكون عندك عقد عشان تستلم رواتبك في أوقاتها. أي. لو ما كان عندك رقم في التأمينات الاجتماعية حتخسر هذا كله، ترى يترتب عليها أمور كثيرة. طيب الحين البعض المشاهدين والمستمعين ربما يعني يعرفوا هذه المعلومة، هل يحق لهم الرجوع إلى التأمينات الاجتماعية والمطالبة بأثر رجعي؟ نعم، إذا قصدك إذا كان مسجل ولا مش مسجل؟ لا يعني طلع النظام هذا وما كان مسجل ويروح بعد فترة، ما كان مسجل عرف هالمعلومة. الخطأ على الشخص، خطأ على الشخص أستاذ أروى، أنت قبلت عفو. أنك تستعمل في مكان لم تشترط فيه تسجيلك في التأمينات الاجتماعية. وعلى فكرة كثير من الأشخاص يعني أنتوا أشوفكم صابين الموضوع الموارد البشرية، في كثير من الأشخاص يقول لك أعطيني راتبي بدون ما تخصم علي التأمينات الاجتماعية. صحيح. فيوصل إلى اتفاق مع الشركة بس ما يعي يعني تبعات هذا القرار، هو يبغى مثلا راتب 4000 مع خصم التأمينات الاجتماعية تقريبا الراتب ينزل إلى 3. صحيح. فيتفق مع الشركة خلوني أخذ 4 أكمل مصاريفي. بس زي ما قلت لك يعني ممكن تصير إصابة عمل، ممكن يحتاج شهادة خبرة، يقولون لا أنت أصلا مش مسجل معانا. أستاذ نايف الآن هل هي فقط هذه هي تبعات عدم التسجيل في التأمينات؟ لأنه كثير صراحة نشهد هذه الحالة اللي يقول لك خلاص عطني راتبي، وخاصة لما تكون الرواتب من الرواتب القليلة فزي ما تفضلت، لكن اعتقد أنه خلاص إيش بسوي في التأمينات ويا مين يحيى ومين يعيش. إيش فوائش، إيش هي فائدة التأمينات الاجتماعية، وهل هي بديل التقاعد في القطاع الحكومي للقطاع الخاص؟ أنت أستاذ لبنى جيتي على الجرح. اليوم أنا إذا عملت في منشأة لمدة 10 سنوات وما كنت مسجل في التأمينات الاجتماعية ما حقدر أطلع تقاعد، سنين 10 سنوات من عمري راحت هباء منثورا. يعني كان المفروض في التقاعد المبكر بقي لي 15 سنة، أنا طلعت في صفرين اليدين بعد 10 سنوات. فزي ما قلت لك الموضوع على اللونج تيرم مكلف كثير على الشخص، يعني هو المفروض قرب على تقريبا على نص فترة التقاعد، وكمان ممكن ينتقل إلى مكان آخر، خسر كل المدة هذه بسبب أنه لا يقدر يحال على التقاعد بسبب نقص في هذه الفترة. طيب في يعني موضع ثاني وحتة ثانية عشان تقول إحنا متحاملين على جهة أكثر من جهة، ودي أسألك يعني الموظف اللي يكون عنده تعدد في الوظائف واقعيا هل هو قادر أن يوفي جميع المتطلبات في هذه الجهتين؟ وبرأيك يعني متى يضر تعدد الوظائف الموظف؟
نستخدم التعدد في الزواج استاذ. والله كلهم قاموا علي يعني، بس ما ادري ايش كيف ارجع السؤال، بس طلع مني الوظائف وليس الزوجات يعني. هذه نقره اخرى شيء ثاني. اسلم. يعني ارد لكم شويه من اللي من العلاج النفسي اللي اعطتني اياه في الفقره السابقه. تفضل. الله يعطيك العافيه. طبعا هو من المفروض طبعا ان الشخص يعمل في اكثر من وظيفه ويستحق كل ما تعنيه المترتبات على الوظيفه الاخرى. بس نسيت الجزئيه الاخيره من سؤالك. كنت اسال يعني عن تعدد الوظائف على الموظف، قد ايش ممكن يضر؟ يعني احنا عندنا 24 ساعه، 7 ساعات منها بنشيلها نوم، لكن هذا الانسان اللي يبغى يشتغل في منشاتين ولازم يقوم بالمهام المطلوبه منه على اكمل وجه، ما ينفع يشتغل في مكان تمشيه حال وياخذ راتب ويمشي. صحيح؟ صحيح صحيح. إذا هل فعلا على أرض الواقع الموظف قادر أنه هو يعمل وظيفتين ويعطيها أو يقوم بها على أكمل وجه؟ طبعا شوف يا أستاذ أروى، هو يعتمد، ترى يعني سؤال مرة مهم، وأنا دائما أقول أن مش أي شخص اليوم يستطيع أن يعمل في أكثر من وظيفة، وهذا يعتمد على الوظيفة الأولى. أي. حقيقة في بعض الوظائف اللي هي تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى أنك تكون في كامل نشاطك، ممكن أنها يأثر على حياتك المهنية وحياتك الاجتماعية، ويعني لها تبعات كثيرة خطرة، ممكن أنك تفقد تميزك في واحدة من الوظيفتين. صحيح. يعني في بعض الشركات ترى الدوام فيها، يعني حنا نعمل في شركة من الساعة 8 تقريبا، أنا ما أرجع البيت إلا الساعة 5:30-6، فما عندي الوقت يعني ان انا اجلس مع الاولاد في البيت عشان اروح القى وظيفه اخرى. فهي تعتمد حقيقه على نوعيه الوظيفه الاولى، لكن في بعضهم اليوم مثلا يشتغل في مجمع تجاري دوامه معروف 6-7 ساعات، ويقدر ياخذ له يعني بارت تايم لمده ساعتين. على فكره في الدول العربيه هذا موجود، يعني انا لي زملاء كثيرين يعني بعد الدوام يقول لك عندي درس خصوصي، عندي مثلا وظيفة في أحد السوبر ماركت، أروح أقضي لي 3-4 ساعات، أو يحولونها إلى فترات الراحة الأسبوعية. إحنا عندنا يومين راحة مع اختلاف الأيام، أقضي فيها كمان نص يوم أو نص نهار. بس تبعاتها إذا ما كانت الوظيفة مناسبة لها أثر على الصحة ما هو جيد ترى، ولكن مجبورين اكيد الجماعه، ولا ما كان يعني نحدوا على هذا الشيء. والله شوف انا اقول لك، سالنا انا عندك نموذج قاعد قدامك حاليا. انا اعمل في وظيفتين، وزي ما تفضلت نظامي انا اشتغل 7 ايام في الاسبوع، معدل من 9-10 ساعات يوميا، ولكن انا شغوفه بالفكره فانا ما اشتكي منها، بالعكس ارى فيها متعه كثيره، يمكن بس قد لا تتناسب هذه الطريقه يمكن مع اخرين. خليني اسالك استاذ نايف، ايش اللي يحد الموظف إنه يروح يعمل في عمل آخر؟ يعني خليني أعطيك هذا السيناريو، بيروح يتقدم الموظف في إدارته أو في الشركة اللي بيشتغل فيها إلى طلب زيادة، هو ما حد يبغى لنفسه البهدلة، ما حد يبغى يأخذ من وقته الخاص ووقت راحته عشان يسترزق، كلنا نبغى الراحة. بس لما بيروحوا للإدارة الموارد البشرية بيطلب الراتب، والراتب يرفض، الزيادة 1-2 سنين، لما يروح يبغى يشتغل في جهة أخرى وتيجي هم الشركة ترفض، هل من حق الموظف هنا التظلم أو الشكوى؟ لأنه أنا الحين قاعد أقول لك زيدني متى بتزيدني، أشتغل برا متى بتشغلني برا. قدرت أشرح لك السيناريو؟ واضح واضح، الله يعطيك العافية. والله شوفي، يعني أنا ما أبغى أكون في صف الشركات اليوم، يعني دائما تطلعوني في مظهر اللي أنا في موقف الظالمين، بس خليني أرجع للأساس. البدلات والحوافز هي تتعلق بالشركة. أنا اليوم بيني وبينك عقد وراتب، أي زيادة سنوية هذا شأني كشركة. نعم. أدائك، تميزك، عطائك هو اللي يحدد الشيء هذا، واللي يقدر يتخذ هذا القرار هم الشركات نفسها، لأن عندهم كل الصلاحيات. أنت لك عندي راتب، أنت لك عندي تأمين طبي، لك تأمينات اجتماعية، ولك البدلات، بدل السكن، ويمكن أعتقد بدل النقل، غيره ما لك حق تطالب بأي شيء ثاني. لو قصرنا احنا معاك استوقفك استاذ نايف، الزياده السنويه ذكرت كاني سمعت الزياده السنويه،
صح؟ لا 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 ما قلت زيادة. خليني أقول لك أنا قعدت أمشيها عليك بس ما مشيت عليك. لا خليني حبيت أمشيها عليك بس ما مشيت عليك. تعال نسمع بلفظ الزيادة السنوية هذه ما نسمعه نسمعه. يقول لك طب هل في العقد ما هي قصة الزيادة السنوية وليه ما بنشوفها في العقود وليه دائما هي بنسمعها بس ما بنشوفها؟ شوفي خليني أقول لك حاجة. الزيادة السنوية ترى يترتب عليها أمور كثيرة. أنا ما أقدر يعني أصرف ميزانية سنوية للزيادات السنوية لكل الموظفين بنفس الريت أو بنفس المستوى. بعد سنتين حنقفل، ولو قفلنا بيقول الموظف تكفون ما نبغى زيادات بس خلونا نشتغل. صحيح. فالعمليات هذه استراتيجية ولها زيادة رأس المال وفي مشاريع مترتبة عليها عشان الاستمرارية وديمومة الشركات. ف العملية الزيادات هذه لازم يكون في لها توقعات، في expectation من الموظفين أنهم يقدمون اقتراحات، يساعدون، ينتجون زيادة. وكمان أرجع أقول لك حسب نظام وزارة الموارد البشرية ما في حاجة تنص أن الموظف لازم يحصل على زيادة سنوية. فأنا لو حعطي الموظف حعطي المتميز، ما أبغى يترك المكان، يعتبر عملة نادرة في سوق العمل، هذا اللي يعطي. أما يعني أشوف الواحد مهمل ما يحضر دوامه، ما يقدم انتاجيات كويسه، لو نص لها يعني نسبه لها يعني تارجت معين. طيب لو نص العقد على بند مخالف للموارد البشريه او نظام العمل والعمال، ايهما اللي يمشي؟ يمشي النظام، يمشي النظام وزاره الموارد البشريه. نعم. طيب. يمشي القانون. شو يعني هي بصراحة الفقرة هذه أكثر من رائعة ويمكن بينت الكثير من الأمور النظامية، خصوصا أنه كم موظفين عاديين ربما يجهلوا من حقوقهم الكثير. بس أنا عندي يعني تعقيب بسيط أو تعليق صغير أستاذ نايف. يعني أنا أهلي يغلطوا في اسمي، ينادوني أروى أحيانا، بس إذا حبيت تعرف اسمي الحقيقي فهو رؤى. إذا حبيت تعرف الاسم يعني هذا. شوف والله أنا ترى أهلي يغلطوا في الاسم فلهذا السبب يعني ما عندي مشكلة. أنت من اللي سماكي أستاذة؟ طيب ماما الوالدة اللي سمتني وتغلط وبعد تغلط هم القانون والنظام. الله يسعدك ويبارك فيك وشكرا لوقتك، وحقيقة يعني كانت من الفقرات اللي جدا مهمة، خصوصا لما نتكلم عن بعض الأمور اللي طبعا تكون في نظام العمل والعمال. أستاذ نايف الفهيد شكرا جزيلا لك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل قصير من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل زواج الأقارب يدق ناقوس خطر الأمراض الوراثية.